أولى مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الجمهورية طبعا في هذه الأمسية التي ستجمع ما بين الحرس الوطني مع نظيره نفس الكونكورد ونادي الكونكورد طبعا أو في بطولة كأس رئيس الجمهورية طبعا في الموسم الذي توج به بالثنائية هنا الغزال على طريقة المباراة الأولى أو مباراة الفريق الماضية ضد نادي الساحل، ولكن هذه المرة هذا الحرس وليس نادي الساحل في الجهة المقابلة، ويعرف أن الفريق الذي طبعا فاز بالمباراة سيضمن بالشكل الرسمي طبعا التواجد في المشهد الختامي في المباراة الأخيرة. الكرة تعود في انتظار أن يكتمل الفريقين اللذان طبعا سيلعبان النهائي بعد هذه المباراة، بالذات مباراة فرق سينا مع نادي الشرطة. الكرة تعود هنا وفي المتابعة، ولكن الاستخلاص عدى من الأول مرمي الفالي انطلاقة وكرة، ولكن غريبة 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 وكرة مرة من أمام الجميع، فعل كل شيء إلا تسهيل، فعل كل شيء ولكن اللاعب يتعرض للإصابة. هنا المتابعة وفي الكرة الماضية وفي الإعادة إفادة كما يقال، فرصة كانت خطيرة ولكن لم يحسن الاستقلال. الوطني يريد أن يبقي بعض الأمل، يريد أن يضرب بالأقدام، يريد أن يتوج بكأس الرئيس، الفرصة الأخيرة المتبقية لنادي الحرس الوطني ونادي الكونكورد أيضا يريد أن ينقذ أن يتوج باللقب في هذا الموسم. الكرة إذا تعود لفريق ولعناصر نادي الحرس الوطني، السالك على التنفيذ ابن الدز طبعا اللاعب الذي ترعرع في نادي الحرس الوطني الموريتانية لكرة القدم، وأكثر طبعا فرق توجت في هذا اللقب هو نادي تبرق سينا ونادي الإكسر كما ذكرنا سابقا طبعا، ومن طبعا انتصر بهذا الكاس طبعا يتال الى كاس الاتحاد الافريقي. هذا اللاعب يمكن ان يسجل في اي وقت من الاوقات، لاعب لدي امكانيات كبيره، لاعب المنتخب الوطني للشباب عمر مبارك، اللاعب الممتاز الذي يقدم اداء كبير وموسم كبير طبعا استثنائي مع نادي الكونكورد. الكره ملعبه خطيره لنادي الكونكورد، والهدف الاول، الهدف الاول لنادي الكونكورد، ولكن رياضي يا سلام يا سلام على الدفاع. ملعبه في اليسار، ملعبه ما زالت خطيره بحث الارضيه، توزيع خطيرة بالراس، الكرة ما زالت خطيرة للكونكورد، ولكن ضاعت الكرة، ضاعت الكرة على نادي الكونكورد. أول الأهداف يضيع على عمر مبارك، أول الأهداف يضيع على الفتى المشاغب. إذا خلاص كل شيء ينتهي، الشوط الأول ينتهي على الحال بالتعادل السلبي بدون أهداف ما بين نادي الكونكورد ونادي الحرس الوطني. من جانب التديال ومن ثم العودة، إبراهيم الكرة البعيدة ولكن هل من أتى وكرة يا كورمان يا كورمان، وفرصة الماضية يا كورمان، ولكن كانت فرصة خطيرة لفريق نادي الكونكورد في اللقطة الماضية. تعود الكرة مرة ثانية ولكن الإبعاد من الدفاع مرة أخرى، وهنا الإبعاد ولكن الكرة سهلة للحارس مبكر هارون، هنا المتابعة وهنا التنفيذ ومرة ثانية لمصلحة عناصر نادي الكونكورد وكرة، ولكن كوماندي 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 امبي او هارونا امبي هارونا امبي هارونا امبي امبي بوير يا ادريس ادريس الكرة في الماضية ادريس ادريس وبرافو ادريس برافو. ثانية الكرة تعود في الانطلاقة، الكرة ستعود وكرة وبرافو برافو برافو برافو، يركب مع تمين تمين يا سلام يا تمين نحو الفرصة القائد السلوك وسدد الكرة، ولكن امام علي نتيام امام علي نتيام الغزال وضيع ضيع عمر مبارك ضيع، وهنا القلوب وهنا الدعوات وضيع غير معقول. ابراهيم تيام تتيان تيام تتيان وتسجيل الهدف، هل يضيع ابراهيم ماذا هل يضيع ابراهيم، وكرة ممتازة ورايا مصلحة على سناد الكوكور زكريا، يلا يا زكريا زكريا ويسدد الكرة زكريا، هذا يا سلام هذا الكرة برافو 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 برافو. وعلي رتاب بين جبريل وسدد يأتي على القلوب وكرة وسجل هدف وسدد الهدف، ماذا يحدث يا دومادي وبرافو يا دومادي دومادي يسدد على طريقة وهنا الفرصة وهنا الكوري، لا 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 رسميا رسميا للكونكورد الى المشهد الختامي لمجاراة اما تفرق سينا او اما نادي الشرطة.